الوليد تسمع فيها مش كثير دقيقة تسمع ترى أول الماتش. ألو مريك. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الصفحة الرسمية للجامعة التونسية، مع دقيقة تسمى ترحمنا على الفقيد اللاعب سامي المحمودي، سليم المحمودي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي متابعي صفحة الجامعة التونسية للألعاب الإلكترونية في هذا البث المباشر للمباراة الأولى هذه الليلة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي بتونس، في مباراة قد تكون منقولة بعد دقيقة صمت كان الترحم على اللاعب الفقيد سليم المحمودي، اللاعب السابق للمنتخب ولاعب جمعية الرياضات الإلكترونية بصفاقس. سنعود لكم بعد ثواني إن شاء الله في حين بداية المباراة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي متابعي الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للألعاب الإلكترونية في هذا النقل المباشر لمباراة نادي الرياضي الصفاقسي وماجستي. بعد دقيقة صمت كانت ترحما على اللاعب الفقيد سليم المحمودي، اللاعب السابق للمنتخب ولاعب جمعية الرياضات الإلكترونية بصفاقس. إذا نعطيكم تشكيلة الفريقين. نبدأ بتشكيلة نادي الرياضي الصفاقسي. مهدي اللومي حارس مرمى، ثلاثي خط الدفاع أمير لشهب يوسف وآدم الشرابي، ياسين فوركا وهوبا وحمزة، وسط ميدان معهم عزيز وأحمد دريرة، وثنائي الهجوم خالد خليفة وأكرم شنيور. تعود الكرة هجوم لنادي الرياضي الصفاقسي، ترجع أو عفوا للماجستي، والدفاع الصفاقسي حاضر في المرمى. ترجع الكرة من حمزة، حمزة اش يعمل؟ حمزة إلى هوبا إلى فوركا، لكن قابله المحمود. إذا لاعب نادي ماجستي دخل باسم سام المحمودي كلمسة وفاء إلى زميله والسابق سليم المحمودي رحمه الله إن شاء الله. ترجع الكرة عند نادي ماجستي، أوس عمر إلى جمال، لكن قابله عزيز. النادي الرياضي الصفاقسي مطالب بالانتصار، اللي يربح اليوم يضمن المرتبة الثانية لحد الآن بانتظار مباراة الترجي. في حال هزيمة الترجي وفوز إحدى الفريقين، المرتبة الأولى ستكون للفائز. هنا ترجع الكرة من جمال إلى أحجاج إلى بوكبا يوزع، الدفاع ممتاز مرة أولى، وترجع من هوبا مرة ثانية. هوبا اش يعمل؟ هوبا في اتجاه أكرم، ولكن قبله الدفاع والحارس محمد. ترجع الكرة من حجاج إلى سلمي إلى بوكبا اش يعمل؟ يراوغ، يرجع إلى صديقه وسام إلى خليل. ماجستي صاحب المرتبة الثالثة، بعيد بنقطتين على الترجي صاحب الطليعة ب 29 نقطة أو عفوا 28 نقطة، الترجي ب 30 والصفاقس ب 29. ترجع الكرة من ديفو جول، الهدف الأول لنادي ماجستي يفتتح النتيجة وتشتعل المباراة. ديفو حتيلو في مسكن الشيطان، تضرب على العارضة وتدخل الشباك. هدف أول للماجستي أمام النادي الرياضي الصفاقسي. اشتعلت المنافسة على اللقب، واشتعلت المنافسة بين المراتب الأولى بين الصفاقسي والترجي، وماجستي صاحب المرتبة الثانية. ترجع الكرة من أكرم شنيور، ولكن قابله المدافع نادي ماجستي، يربح مخالفة مدافع نادي ماجستي عمر في تنفيذ المخالفة. 22 دقيقة لعب أعزائي المتابعين، التقدم لحد الآن لنادي ماجستي أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. هدف كان عن طريق ديفو، وضرب التماس للنادي الرياضي الصفاقسي. أكرم اش يعمل؟ أكرم يلعب التماس مع حمزة اش يعمل؟ حمزة يحاول يوزع، ليه يرجع لأكرم يوزع والدفاع، وترجع مرة أخرى من أكرم ويربح ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي، يحاول تعديل النتيجة فيما تبقى من وقت في الشوط الأول. ترجع الكرة عند نادي ماجستي، أحجاج اش يعمل؟ أحجاج يرجع الكرة إلى صديقه جمال، إلى أحجاج اش يعمل؟ ما بين أربعة مرة أخرى، يرجع إلى أحجاج، ولكن قبله أمير دفاع نادي الرياضي الصفاقسي، يخرج الكرة في وسط الميدان، وترجع الكرة من أكرم شنيور إلى عزيز إلى شنيور، ولكن الدفاع عمر وخليل يقولان لا لأكرم شنيور. في هذه الدقائق أعزائي المتابعين 28 دقيقة لعب، تأخر في النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي أمام ماجستي في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة من في احتياز نادي ماجستي، ديفو صاحب الهدف الأول يوزع، ولكن اللومي حارس الصفاقسي يتصدى لهذه التوزيعة. أعزائي المتابعين ترجع الكرة
في اتجاه دريرة، أحمد دريرة، دريرة إلى أكرم، ولكن قبله خليل، خليل لكن مقطوعة من حمزة، حمزة حمزة إلى خدير، ترجع الكرة من دريرة ولكن قبله سيل، سيلمي يتفطن للكرة وترجع ديبو في محاولة لعكس الهجوم، بوجبا وسط الميدان نادي ماجستي، وسامة وسامة لكن قبله الدفاع، مخاطة مرة أخرى من اللاعب جمال، جمال اش يعمل إلى جمال اش يعمل يوزع ولكن قبله الدفاع، أمير يخرج كرة للركنية، ركنية لحد الآن لنادي ماجستي، ماجستي يضغط لتسجيل الثاني، ونادي صفاقس يوزع وخليل بالرأس لكن قبله الحارس، قبله الحارس اللومي ينقذ المرمى من هدف ثاني في آخر ثواني ودقائق الشوط الأول. أعزائي المتابعين، ترجع الكرة من هوبا إلى دريرة، دريرة دريرة يرجع إلى صديقه يوسف، زميله يوسف، أمير، أمير إيش يعمل إلى أمير إلى عزيز، عزيز قبله جمال، جمال يحاول يخطف الكرة، إيش يعمل جمال، ينتظر المساندة ولكن قابله، قابله والمدافع يخرج كرة للتماس، عمر يوزع كرة في اتجاه سلمي لكن قابله الدفاع، ترجع من دريرة، سلمي مرة أخرى، ديفو في التسلل، في التسلل ديفو هذه المرة، وترجع كرة التسلل. وهو باش يعمل يدور كرة نادي رياضي صفاقس لحد الآن في انتظار الثغرة للتعديل، وهذا فوركا يخرج كرة للتماس، تماس لنادي ماجستي بعد خطأ من فوركا، ترجع الكرة من اللاعب أكر، أمير، أمير اش يعمل يخرج كرة التماس لكن قابله فوركا، فوركا اش يعمل إلى عزيز، عزيز ولكن قابله، قابله لاعب نادي ماجستي يحاول يوزع ويربح ركنية أو ضربة مرمى لنادي صفاقسي. إذن نهاية الوقت القانوني في الشوط الأول في انتظار الدقائق الإضافية، توزيعة من اللومي في اتجاه وسط الميدان، ترجع الكرة من أكرم ولكن قبله جمال، جمال في اتجاه ديفو، ديفو على اليمين ما يخلطش، ما يخلطش. ونهاية الشوط الأول أعزائي المتابعين، نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. عودة من جديد أعزائي المتابعين في هذا الشوط الثاني من مباراة نادي ماجستي والنادي الرياضي صفاقسي. إذن تقدم لحد الآن لنادي ماجستي على حساب النادي الرياضي صفاقسي، هدف مقابل صفر، هدف كان عن طريق ديفو في الدقيقة 18 من الشوط الأول. ترجع الكرة من أمير، أمير صفاقسي في محاولة لتعديل النتيجة، هذا أكرم شنيور يدور بالكرة لكن قبله المدافع أنس، العفو متوسط ميدان نادي ماجستي أنس، أنس مرة أخرى، أنس في اتجاه اللاعب أوس ولكن اش يعمل، يرجع إلى حجاج، حجاج إلى جمال، جمال اش يعمل، جمال إلى بوجبا، بوجبا إلى سيلمي، سيلمي اش يعمل، يدور بالكورة، يدور منه ومنه ملقاش المساندة، يرجع إلى صديقه أسامة، أسامة في اتجاه عمر، عمر، عمر اش يعمل، عمر على اليسار، عمر يعود إلى خليل، خليل الشهيرة برازسكيل مدافع نادي ماجستي، وهذا هجوم خطير عن طريق ديبو على اليمين، ديبو يوزع بالراس وغطاه، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق خليل، خليل يسجل هدف ثاني عالمي، هدفين مقابل صفر، أو عن طريق وائل، وائل يسجل الهدف الثاني أعزائي المتابعين، هدفين مقابل صفر، 54 دقيقة لعب، الماجستي يضغط ويسجل في هذه الدقائق، ترجع الكرة للنادي الرياضي صفاقسي،
من آدم إلى يوسف. صعوبة المباراة على النادي الرياضي الصفاقسي وزادت سهولة على ماجستي بعد تسجيل هدفين. الهدف الأول كان عن طريق ديفو 18 دقيقة لعب وعشرة دقائق لعب في الشوط الثاني. اللاعب وائل سجل الهدف الثاني. ترجع الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي ولكن الدفاع ماجستي يستميت على الكرة ولكن ترجع الكرة عن طريق وسط ميدان النادي الرياضي الصفاقسي. هو باش يعمل هو حمزة اش يعمل اكرم جول والهدف الاول للنادي الرياضي الصفاقسي. اكرم شنيور يحط الكرة في الشباك يذلل النتيجة هدفين مقابل هدف ماجستي. اكرم شنيور القناص نادي الرياضي الصفاقسي يسجل اول اهداف النادي الصفاقسي في هذه المباراة واول اهدافه لحد الان. الدقيقة 62 في الشوط الثاني هدفين مقابل هدف. ترجع الكرة من اللاعب ادم الى دريرة استفاقة نوعا ما للنادي الصفاقسي في هذه الدقائق وترجع الكرة وصعبة المباراة على الماجستي للمحافظة على النتيجة. سيلمي اش يعمل الى ديفو ولكن قبله ادم اش يعمل ادم الى ترجع له مرة اخرى من ادم يبدل كليا في اتجاه امير الى فوركا اش يعمل عزيز امير يا عزيز امير وعزيز ثنائي وسط الميدان وترجع الكرة من دريرة لحد الان. الصفاقسي يحارب على الفوز للمباراة والالتحاق بالترجي في الصدارة بانتظار نتيجة الترجي. ترجع الكرة من اللاعب اكرم الى بوغبا يخرج كرة في اتجاه ديفو لكن قبله مدافع نادي الصفاقسي يوسف. ترجع الكرة من دريرة وهوبا يخلي كرة الى فوركا الى اكرم شنيور وهوبا ايش يعمل لكن قبله سيلمي يستميت على كورته وترجع الكرة من ديفو الى حجاج ولكن قبله هوبا. معركة وسط الميدان في هذه اللحظات من ستكون الغلبة يا ترى؟ ضربة مخالفة للنادي الصفاقسي. ترجع الكرة من يوسف الى هوبا علي من يوزع خطيرة كانت الكرة من اللاعب اكرم شنيور راسية كانت تباغت الحارس ولكن المدافع قبل خرج كرة للتماس عفوا للركنية جديدة. 74 دقيقة لعب هل تأتي بالجديد ام لا؟ ترجع ممتازة من الحارس محمد يخرج كرة في اتجاه اللاعب انس ولكن الدفاع ضربة تماس جديدة للنادي الصفاقسي في هذه الدقائق. ترجع الكرة من يوسف اش يعمل العزيز على اليمين عزيز اش يعمل يراوغ بالكرة ولكن ترجع الى فوركا الى عزيز يلا يوزع عزيز ليه ترجع من اكرم توسيعة راسية من هوبا دريرة خالد ولكن السلمي يستفيق في هذه اللحظات وترجع الكرة من اللاعب فوركا ولكن الحارس محمد يعلن عن بقاء النتيجة هدفين مقابل هدف. خطيرة العملية كانت من النادي الرياضي الصفاقسي في هذه آخر لحظات المباراة هدفين مقابل هدف. ترجع الكرة في دفاع النادي الصفاقسي آدم يغير كليا في اتجاه عزيز إلى أكرم فوركا اش يعمل فوركا إلى حمزة على اليمين اللي يبدل كليا لليسار دريرة يرجع إلى آدم اش يعمل يوسف قبله جمال ويرجع ديفو خطيرة الكرة كانت من النادي الصفاقسي وترجع من أكرم سنيور ولكن متفطن جمال متفطن وينقذ الكرة ترجع من الحارس محمد يخرج الكرة كليا في اتجاه الهجوم وإذا السلمي عنده الكرة السلمي هرب على اليمين والسلمي هرب ولكن خاطئة وضعيفة عند اللاعب آدم مدافع النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة عند ماجستي النادي الرياضي الصفاقسي لحد الآن متأخر النتيجة بفارق هدف في هذه الدقائق الأخيرة من المباراة. ستشتعل المنافسة على البطولة هذا الموسم بين الترجي والنادي الصفاقسي وماجستي وترجع الكرة عند أنس في اتجاه
وائل وائل ايش يعمل صاحب الهدف الاول وائل ايش يعمل يراوغ ويربح مخالفه مخالفه وركنيه الحكم يقول ركنيه ركنيه جديده للماجستي في هذه اللحظات تزي المتابعين 90 دقيقه لعب تقريبا التقدم لماجستي لحد الان ولا التغيير في النتيجه هدفين مقابل هدف وركنيه جديده ركنيه جديده في اخر لحظات المباراه هل ستاتي بالثالث ام لا ترجع الكره في تنفيذها اللاعب انس الى وائل بالراس خليل ولكن قبله الدفاع ترجع الكره من يوسف الى فوركا الى ادم الى اكرم شنيور ايش يعمل كره خطيره والحارس متالق ونهايه المباراه زي المتابعين عودة ان شاء الله في المباراه التاليه والى اللقاء مؤقتا. I'm a little bit
سحرت لعقول بدعت لمحالي نسيتني لموت سيتني بيلي وبيني نسيت ليام الزينة معاك وبيني نسيت عالم كله بغاك صدمة في كل مدينة حلوا لنا البيبان وردون دي فولي كاسا دي فولي بريكات في كل مكان كله بغاك صدمة في كل مدينة
حلوا لنا الديفير وردوا نضيفوا لي كازا نضيفوا لي بريكان في كل
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي متابعي الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للألعاب الإلكترونية، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في هذه الجولة الثالثة إياب بين الفريقين. إليكم تشكيلة الفريقين. نبدأ بتشكيلة النجم: إسلام طلبة، حارس مرمى، ثلاثية الدفاع سيف علوش، ريان بوزير، وأمين البدوي، خميسي خط وسط ميدان، كل من خميس، وليد الطويل، مروان عليبي، محمود لغمود، محمد لغمود، والياس فني، وعزيز الجملي، واسماعيل ونيس ثنائي خط الهجوم. في حين تشكيلة الترجي: تيسير حارس مرمى، حبيب سيف، ويسام ثلاثية الدفاع، زرقا سلاح، باب وانس وحسين، خميسي وسط الميدان، سانتوس ووليد ثنائي الهجوم. ترجع الكرة لنادي الترجي. الترجي لحد الآن أو مقطوعة من اللاعب نادي رياضي النجم الرياضي الساحلي في هذه الدقائق. للتذكير فقط فإن النجم الرياضي الساحلي يحتل المركز الخامس بعيد بثلاث مراتب على المركز الثاني أعزائي المتابعين، في حين أن الترجي في المرتبة الأولى لحد الآن والمدرب به كالعادة. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي على اليسار، لغمود يوزع ولكن الدفاع. ركنية للنجم الرياضي الساحلي في هذه الدقائق، لغمود في توزيع. لغمود ماذا سيفعل لحد الآن؟ 9 دقائق مروا. ترجع الكرة من لغمود يوزع والركنية جديدة. ركنية جديدة للنجم الساحلي، 9 دقائق مروا ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد. التعادل 0-0. توزيعة ولكن الحارس مرة أولى ولكن الدفاع وركنية ثالثة على التوالي. ركنية ثالثة بذكريات الكوبا دي بورقيبة أعزائي المتابعين. ترجع الكرة سانتوس بالرأس أو يوسف الحارس الترجي وليس تيسير. ترجع الكرة من الوسام، وسام إلى حسين، حسين إلى أنس، أنس يبدل كليا في اتجاه الزرقة لكن قبلوا المهاجم النادي النجم الساحلي. ترجع من زرقة، عوامل تقنية صعبة لحد الآن حتى للتعليق على هذه المباراة. ترجع الكرة من المدافع النجم الرياضي الساحلي، ممتاز سانتوس. سانتوس يراوغ، يعطي كرة إلى الزرقة سلاح، سلاح إلى وسام، وسام إلى حسين. حسين إيش يعمل؟ ينتظر المساندة، يلقى صاحبه وليد، وليد يراوغ بالأول ويرجع إلى حسين، ما يخلطش على الكرة وضربة مرمى لصالح النجم الرياضي الساحلي في هذه الدقائق بالذات. لحد الآن نسق هابط شوية، ما فماش أهداف، ما فماش فرص خطيرة. ترجع الكرة من النجم الساحلي، مقطوعة في وسط الميدان. الترجي وليد على السار إلى بابو، بابو شو يعمل؟ بابو يرجع إلى حسين، سانتوس إلى الزرقة، زرقة إلى بابو، بابو شو يعمل؟ يوزع بالرأس ولكن الدفاع. الحارس متألق، ممتاز حارس النجم الرياضي الساحلي. قلنا حارس النجم الرياضي الساحلي اللي هو إسلام طلبة. ترجع الكرة هجوم الترجي، وليد ولكن قبلوا الدفاع النجم الرياضي الساحلي. ريان بوزير خرج كرة ولكن ترجع من هجوم الترجي. عندنا كرة حسين إلى بابو يرجع مرة أخرى إلى حسين على اليسار، يتوغل على اليسار ويربح ركنية مضربة مرمى. يقول الحكم صادق السلمي معروف بالتصفيرة متاعه. ترجع الكرة عند اللاعب ريان بوزير في اتجاه سيف علوش إلى مروان عليبي. سيف علوش مقطوع من اللاعب وليد وهجوم الترجي يضغط في هذه الدقائق. أنس على اليسار، أنس يراوغ، أنس يتقدم ويوزع ولكن الحارس
يسلم طلبة موجود موجود ويخلي النتيجة ده صفر مقابل صفر. نتيجة أصفار لحد الآن بين الترجي الرياضي الباهي والنجم الرياضي الثاني في هذه اللحظات. زي المتابعين 30 دقيقة مروا، الترجي لحد الآن لازال في الصدارة والنجم الساحلي بعيد بثلاث مراتب على المرتبة الثانية. ترجع الكرة من اللاعب وسام، وسام إلى صلاح، صلاح ووسام وسط ميدان الترجي. إذا افتك وسط الميدان الترجي حسب ما نشوفه نسبة امتلاك كرة للترجي. ترجية في هذه اللحظات ويمشي زرقة على اليمين. زرقة اش يعمل؟ يراوغ، يسدد، يوزع ليه، يراوغ بالأول والثاني ويتعدى ويسدد، ولكن الحارس لخبطة في الدفاع، لخبطة في الدفاع وترجع الكرة من مخالفة للحارس، مخالفة للحارس اسلام طلبة. في 35 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول، ننتظر عودة اللعب في هذه المباراة. ولا ننسى الترحم على اللاعب سليم المحمودي اللي توفى قبل 3 أيام. ترجع الكرة، هجوم الترجي وضربة مرمى خارج الكرة بعيدة عن المهاجم سانتوس. ترجع الكرة من ضربة مرمى إلى سليم طلب، طلب إلى عزيز، عفواً إلى ريان، ريان في اتجاه محمود لغمود. ترجع الكرة من ريان بوزير، يبدل في اتجاه أمين البدوي، أمين البدوي على اليسار ووستر يا ستار، وخاطئة خطيرة الكرة. ترجع الكرة من وليد، وليد إلى الترجي، وليد إيش يعمل؟ يراوغ ولا يوزع؟ يراوغ، توزيع بالرأس خطيرة من سانتوس، راسية سانتوس بعيدة عن المرمى ببضع المليمترات. في هذا الشوط الأول أعزائي المتابعين تعادل أصفار بين النجم الثاني والترجي الباهي في هذه الأوقات. أعزائي المتابعين والضغط، شوف الضغط، شوف الضغط من الترجي، الترجي الأجدر بالتسجيل، الضغط وامتلاك الكرة، ولكن الدفاع صامد. علامة امتياز لدفاع النجم الساحلي في هذه الدقائق. 43 دقيقة لعب، أصفار النتيجة بين الترجي والنجم. في انتظار الأهداف ومتعة المباريات تكون إلا بالأهداف أعزائي المتابعين، مباريات تكون شيقة في حضور الأهداف. ترجع الكرة من الترجي، أنس علي اليمين، أنس إيش يعمل؟ أنس إلى بابو، سليم، هذا سليم بابو محرار وسط ميدان الترجي. ترجع الكرة من الدفاع من اللاعب أمين البدوي في اتجاه وليد طويل، وليد طويل إلى إسماعيل ونيس، ونيس، ونيس إيش يعمل؟ يراوغ، يسدد، والحارس، الحارس تيسير. ونهاية الشوط الأول أعزائي المتابعين، لنا عودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
عذرا انقطاع الصوت. ترجع الكرة للنجم رياضي الساحلي في هذه اللحظات بالذات، 53 دقيقة لعب، التعادل أصفار بين الترجي الرياضي ومعين روبيهي، في حين مضمض ما فماش كما قالها رضا شرف الدين للنجم الساحلي أصفار المباراة في هذه المباراة. إن شاء الله ننتظر الأهداف أعزائي المتابعين. ترجع الكرة من الركنية للنجم الرياضي الساحلي، إسليم بابو يوزع، وسام مرة أولى ولكن ممتاز وسام مدافع يعود بخطة مدافع للترجي. ترجع الكرة من تماس للنجم الرياضي الساحلي، ترجع الكرة من عزيز الجملي، عزيز إلى أونيس يسدد، والهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي في هذه الدقائق 57 دقيقة لعب. أعزائي المتابعين، هدف مقابل صفر للنجم الرياضي الساحلي. إسماعيل يسجل أول أهدافه في هذه المباراة، هدف مقابل صفر لحد الآن. تشتعل المباراة أعزائي المتابعين. ترجع الكرة من اللاعب إسماعيل تليح، ولكن قبله بابو إلى الزرقاء. أنس إيش يعمل؟ أنس يوزع حسين براس، والهدف التعادل، هدف التعادل أعزائي المتابعين. حسين براسية غالة الحارس إسماعيل طلبة إسلام طلبة عفوا، وهدف مقابل هدف في هذه اللحظات أعزائي المتابعين. اشتعلت المباراة بحضور الأهداف. ترجع الكرة من زرقة إلى حسين، والترجي يضغط من جديد بعد قبول الهدف ويرجع يعدل النتيجة. ترجع الكرة من سانتوس، ولكن بابو ايش يعمل؟ بابو تمريرة والحارس ممتاز، اسلام ينقذ فريقه من هدف ثاني من الترجي. وترجع الكرة تماس للنجم الرياضي الترجي الرياضي، يوزع حسين الى الزرقاء ايش يعمل؟ يرجع الكرة في اتجاه السلاح، ولكن التماس واشتعلت المباراة في هذه اللحظات. هدف مقابل هدف بين النجم والترجي، كلاسيكو البطولة. ترجع الكرة من أنس إلى بابو، لخبطها في الدفاع لغمود، وزرقة على اليمين، زرقة ايش يعمل؟ يراوغ يسدد، ولكن الدفاع. وترجع مرة أخرى من زرقة يسدد، والدفاع مرة أخرى، الدفاع صامد في هذه اللحظات. حسين في تنفيذ الركنية أعزائي المتابعين، 70 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف. الشوط الثاني يأتي بالجديد بهدفين من كل الفريقين، هدف منا وهدف من غادي، وتحلو المباراة بهذه الأهداف، هدفين ما بيناتهم دقيقتين. ترجع الكرة ضربة مرمى للنجم الساحلي، وتعود بتماس للنادي الترجي في وسط الميدان. وترجع الكرة من زرقة إلى سلاح إلى بابو في اتجاه اللاعب سلاح مرة أخرى. الترجي يحاول تسجيل الثاني، والنجم في أيضا في نفس الخطة لتسجيل الهدف الثاني. ترجع الكرة من في اتجاه لغمود إلى أونيس، قبله الزرقة مرة أخرى. أنس إيش يعمل؟ يربح مخالفة في هذه اللحظات. ترجع الكرة من حسين، صمام الأمان حسين صاحب الهدف الأول للترجي قبل قليل في الدقيقة 62، قبلها بدقيقتين سجل لاعب النجم الهدف الأول. ترجع الكرة خطيرة للترجي، يخلط عليها ولكن يربح تماس نادي النجم الساحلي، يربح تماس في هذه اللحظات. 75 دقيقة لعب أعزائي المتابعين. أنس إلى اللاعب وليد يوزع في اتجاه الزرقة إلى حسين بالرأس، والهدف الثاني من أنس، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات بالذات. اللاعب يسجل هدف الثاني، أنس دفين مقابل هدف في هذه اللحظات. الترجي يعود من بعيد بعد بيرومونتادا،
بعد أن كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر ويسجل الثاني وترجع الكرة من زرقة زرقة إلى وليد في البحث على الهدف الثالث لحد الآن. هل تكون النتيجة 3 أهداف مقابل هدف؟ وعلى ذكرية الكوبا دي بورقيبة يوزع والثالث الثالث الثالث 3 أهداف مقابل هدف. فازين المتابعين حسين يسجل الثالث وذكرنا بنتيجة الكوبا دي بورقيبة الشهيرة 3 أهداف مقابل هدف للترجي. حسين يسجل الثاني ليه والثالث للترجي وترجع الكرة لتذليل الفارق ولكن الحكم يعلن عن تسلل للترجي. هذا وسام لحسين يدور كرة الترجي لحد الآن رابح بفارق هدفين يلعب مرتاح الترجي. الضغط الكل على لاعبي النجم الساحلي وترجع الكرة من اللاعب حسين ولكن قبله الحارس إسلام طلبة يربح مخالفة في هذه اللحظات. 85 دقيقة لعب الترجي متقدم بثلاثية على النجم وترجع الكرة من زرقة. زرقة شو يعمل يضيع الوقت تلاعبي الترجي لحد الآن. هذا خبيب يربح مخالفة لحد الآن وإسماعيل ورقة صفرة للعب النجم إسماعيل يدور كرة في الدفاع الترجي في انتظار نهاية المباراة. أيضا بالطبع مدام رابح 3 أهداف مقابل هدف يعمل اللي يحب نتيجة تاريخية. ليس الكل سيعرف ما سر هذه النتيجة إلا بعض الناس وهم قلة كثيرة. ترجع الكرة في دفاع الترجي خاطئة عند اللاعب إسماعيل على اليسار يراوغ ويعطي كرة إلى اللاعب لغمود إيش يعمل لغمود في اتجاه ونيس يراوغ ولكن الدفاع من الترجي زرقة وترجع ونيس بالرأس يوزع مرة ثانية والعارس والهدف الثاني للنجم. الهدف الثاني للنجم عن طريق الهداف يلقب نفسه بغداد بنجاح النجم 2-3 للنجم. إذن الترجي متقدم وبعد الثواني ستنتهي المباراة بنتيجة ونهاية المباراة أعزائي المتابعين بفوز الترجي الرياضي الباهي على النجم الرياضي الثاني 3 أهداف مقابل هدفين. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله. Thank you.